احنا ما كناش سجلنا، بنقولها تاني عشان التسجيل. الجملة الأولى تاني أهي، when we heat ice cream قلنا إيه؟ melts، أنتوا جاوبتوا عليها. والجملة التانية قلنا digestion of food، هضم الطعام، form new substance، substance which has a new إيه؟ property. التالتة بقى يلا، مع حضرتك يا مستر، هو معاك النت مع لا حضرتك يا مستر. النت فصل من عندي أنا. نعم آه معلش، هو فصل ورجع تاني. يلا يا مازن، وي ايه بقى؟ ها كان يوز ايه؟ قلت ستيل، ميكينج هامر، ستيل ام فورس، ميك ات از ايه؟ همم لا هو بيكوز ات از ايه ليه بنصنع الشاكوش من الستيل؟ ات از ايه؟ فاكرين الصفه بتاعته؟ هارد اند سترونج. برافو. لا هو هارد، نقول هارد بيكوز ات از هارد اند سترونج. برافو عليك، ممتاز. يلا يا وليد، يا أنا آدم، آدم آدم يو كان يوز، بص، تو ميجر ماس. الماس بنقيسه بإيه بقى؟ ما تشتري طماطم، تشتري كوسة، تشتري طماطم، خيار، يا مستر، ها؟ بالانس بالانس. بالانس. أيوه بالانس، برافو عليك، بالانس، بالانس الميزان. كمل. while you can use it to measure temperature. ترمومتر. برافو عليك، بكتب انا في الواسعه هنا حته واسعه، سيرمو. ايوه سيرمو ايه؟ سيرمو ميتر. ميتر. برافو عليك، تمام. هنا يقول لي what happened to، يعني ايه what happened؟ لو جالك السؤال ده، ما ماذا يحدث لي؟ سيحدث لو. يلا يا مازن، the speed of particles، particles الجزيئات اللي هي، فاكرين الجزيئات اللي بتبقى كده في الجسم، الجزيئات دي كده، speed السرعة بتاعتها، ها of an ice cube، عندي ايس كده كيوب، بصوا مكعب الايس اهو، السبيد بتاعته حصل لها ايه؟ when it is exposed to the sun، لو حطيته في الشمس هيجرى ايه؟ It is melting. لا هو ما بقولش ميلتنج، بيتكلم على السبيد. سبيد يعني السرعة، انكريز ولا ديكريز؟ increase يبقى it sparking. will، نكتبها كده انكريز. خلي بالك من السؤال، هو بيقول لك السرعة يحصل لها ايه؟ السبيد، يبقى السرعة تقول له ايه؟ انكريز، وممكن تكتب انكريز بس على طول. فهمناها؟ يلا، رايت برضو من ضمن الأسئلة، يقول لي رايت ساينتفك تيرم، يعني الجملة دي كلها نشيلها ونحط مكانها كلمة أو كلمتين. يلا يلا، مين اللي عليه الدور؟ يلا يا مازن، ها لا لا it is آدم، the number، لا يا مستر آدم، أنا قلت آدم. يلا يا آدم، ها it is the number of organisms of one type of special living in an area. الله، بقول لك مجموعة من السبيشيز بتعيش في منطقة، يبقى اسمهم ايه؟ ها؟ أولها حرف البي، وبعدين او، ها؟ وبعدين بي، يبقى اسمها ايه بقى؟ بوب، ها؟ مستر انا عايز اروح بوبيوليشن، السكان، population. بوبيوليشن. لما يقول لي نمبر اوف اورجانيزم of one type of species، من نوع واحد بيعيشوا في منطقة، يبقى population، التجمع سكاني. اسمها ايه يا جماعة؟ ها population. يلا يا مازن، the animal، The animal eaten by other animal بيبقى بري. حيوان بياكل حيوان، بيتاكل، خلي از ايتن اكل، مش بياكل، لا ده هو اللي اتاكل، يبقى اسمه ايه بقى؟ برافو عليك، بري. بري. بري يعني ايه؟ الفريسه. ده انت مذاكر قوي اهو يا مازن، شطوط. يلا يا ادم، ذا ليكويد، معلش بس كنت في المايك. طب ماشي The على مهلك. liquid substance the plant animals and human need to survive.
بص هو ايه ليكويد؟ مين اللي محتاجه؟ قال لك بلانت محتاجه والانيمال محتاجه وهيومن محتاجه. هو ايه الليكويد اللي احنا محتاجينه كلنا؟ ووتر ووتر ايوه ايوه ووتر. براو ايش، ممتازين ممتازين. احنا خلي بالنا دي اسئله على المنهج كله، يعني مش وحده الاولى ولا الكونسبت الثاني، لا كل المنهج من اول الكتاب لاخره. يلا يلا يا ابارت اوف ذا بلانت ذات فيكس 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 بيثبت ات ان ذا سويل. مازن Roots. ها هتبقى roots. الروت. برافو عليكم، فهمنا اول صفحه في النموذج. تعال نشوف بعد كده النموذج اللي ايه اكملته بقى دوت. لحظه بقول لي جيف ريزون، من ضمن الاسئله اللي ممكن تيجي جيف ريزون. انا عارف الطلبه ما بتحبش السؤال ده مع ان سؤال جميل وسهل. مين اللي جاوب لي عليه مستر فيه؟ مين مستر اللي عليه الدور؟ أنا يا مستر آدم مين اللي عليه الدور؟ أنا آدم يلا يا ادم. هيومن نيدز. سؤال يا مستر مش سؤال ها؟ طب الاول بالراحه، لحظه استني. يومان needs to eat some animal and planet. بقول لك الانسان محتاج ياكل animal او نباتات. هو احنا بناكل ليه؟ تو في الفايف to لا to get ها انرجي to انرجي get ايه؟ انرجي energy. to get ايه؟ energy. انرجي get energy. وممكن اقول ايه كمان؟ ها بس انا عارف ممكن نقول كمان and ايه؟ اند تو سرفايف do اند تو سرفايف activity. do ايه؟ activities. يا مستر ما تنفعش تو سرفايف ممكن. برافو عليك. تو سرفايف. ليه لا؟ عشان نعيش. بصوا اوعى تحفظ حاجه افهمها. هيومن نيد تو ايت، لو قلت تو جيت انرجي صح اند دو اكتيفيتي صح، تو سرفايف صح عشان يعيش، صح ولا غلط؟ ها يبقى الاجابات صح. تعالوا بقى السؤال الجميل بيبقى سهل، اللي يقول لي تشوز فروم 1 اي تو بي. نمبر 1 كوندنسيشن. يا ترى دور هو الكوندنسيشن ده من ايه لايه بقى؟ ها تشينج ووتر فروم سوليد تو ليكويد، ولا جاز تو سوليد، ولا جاز تو ليكويد، ولا ليكويد تو جاز الكوندنسيشن، ولا ايه؟ ها لا بص الكوندنسيشن، بصوا معايا لو عندك حاجه كده بتغلي وطلعت ايه بخار، ونحط حاجه بارده بتعمل كوندنسيشن، يبقى هتبقى ليتر تشينج سي اوف جاز و لا هتبقى تشينج اوف ووتر فروم جاز سوليد تو ليكويد. يعني نمبر 1 تبقى الاجابه سي، الكوندنسيشن بيحول الجاز تو ايه؟ ها تو ليكويد. جاز نمبر 2 ميلتنج. مين اللي جاوب لك؟ يلا يا ادم. ميلتنج. طيب معاك يا مستر طب على طول رد عليا. الميلتنج ها الميلتنج نمبر ايه تشينج يا ايه؟ مستر نمبر ايه نمبر ايه نمبر ايه اللي هي تشينج سوليد ها تو ليكويد. برافو عليك. يلا يا مازن. فريزنج. هتبقى نمبر ايه فريزنج اه تشينج ليكويد تو سوليد، يبقى دي سوليد الاول دي نمبر ايه ودي نمبر ايه. اخر واحده ايفابوريشن هتبقى نمبر ايه بقى؟ أول نمبر ليكويد جي ليكويد تو جاز جي دي. بس كده ايه ويلا رايك؟ بينا اسئله سهله ولا لا؟ سهلة يا مستر نكمل. ريكت ذا اندرلاين وورد، في كلمات تحتيها خط خطا عايزين نصححها هنا. يلا ديو تو رايزنج اوف ووتر تمبريتشر، ارتفاع الحراره. كورال ريف، اللي هو عارفين الكورال ريف ده اللي هو ايه؟ فاكرينه؟ الشعاب المرجانية شعب. تاني مين اللي عليه الدور الاول؟ مين اللي عليه الدور؟ أنا يا مستر عليا الدور ادم. ادم يلا يا ادم. كورال ريف مستر تيرن آدم آخر واحد كومبليتلي قال انتو الأسئلة جرين، هل بيتحول لجرين؟ لا يا مستر الوايت وايت. ايش يا ولد يا ولد يا جميل انت وايت. طيب يلا يا مازن. التري ترانك
تري ترانكس ار كلايمد. فاكرين لما كنا انواع التري، التري الترانك هي ار كلايم ستيم ولا كان ايه؟ ولا نسيتوها؟ running لا العيال running بتوع مازن، ها هتبقى running لا ار ايه وود قول ستيم، وود ستيم. نراجعها، نراجع الحتت اللي مش عارفينها دي. هنا بقى فروم ذا قول يا فود باشا. تشيل، فروم ذا فود تشيل، ركزوا معايا. باي يوزنج جيفن ووردز، مديك 3 كلمات بتوين براكتس. اول حاجه بقول لك عايزك ترتب ال3 كلمات دول حسب الفود تشين، مين الاول ومين الثاني ومين الثالث، أنا وبعدين بس نكمل. هو اول حاجه في دول مين؟ فين البروديوسر هنا؟ البروديوسر مين؟ ها؟ جراس جراس ايوه، يبقى الايه؟ جراسز دي نمبر 1. مين اللي بياكلها؟ دق الدك، الدك الدق يعني وبعدين بطه. ها؟ طب مين اللي بياكل الدكه؟ فوكس الفوكس. بس يبقى ده اول اجابه عملناها. بعد كده عايزين نكتب كل حاجه هنا في الكلمات هنا. يلا يا ادم، ها زفوت A اتشيل. chain doesn't contain not consumer. doesn't contain ايه بقى؟ الفود تشين، سلسله الطعام. doesn't contain، ها اقول عارفها ولا اقولها؟ كونسيومر، ها الفود تشين. consumer لا tertiary consumer tertiary consumer تيرشري، فاكرين كلمة تيرشري؟ ايوه انا بس تيرشا، تيرشري، تيرشري كونسيومر. الفود تشين ما بتحتويش على تيرشري ايه؟ كونسيومرز. ليفنج اورجانيزم ذات بريك داون ماتيريال، الكائنات الحية. بريك داون ماتيريال اوف ديد اورجانيزم، الكائنات اللي ماتت. ان ذس فود تشين ار كولد ايه؟ خلي بالنا الكائنات الحية بريك داون، بتكسر او بتحطم او تاكل الماتيريال بتاعت الديد اورجانيزم، الكائنات اللي ماتت في الفود صح دي تشين كونسيومر اسمها ايه؟ دي كونسيومر غين لا دي كومبوزر، دي ايه بقى؟ دي كوم دي كونسيومر يا مستر بوز، غلط. دي كوم، المفروض مثلا اسكافاندر لا دي كومبوزرز. خلي بالك الليفنج اورجانيزم بريك داون ماتيريال اوف ذا، اي حاجه فيها ديد انيمالز يبقى دي كومبوزرز على طول، اللي بتحللها وبتحولها الى طاقه للسويل دي كومبوزرز. تمام، يلا مين ماشي بقى؟ قولي يا، قولي يا مازن. جراسز لا انا انا فروت، برانو مين اللي عليه الدور؟ آدم انا قول يا آدم. grasses change the energy of the sun، هو الصن بيدينا ايه؟ فري بدينا سنلايت لا لا ايوه صلايت، بس لايت مش لايت صلايت. لايت 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 ايوه برافو عليك، بحول اللايت، بحول اللايت انتو ايه بقى؟ انت فود انرجي. انتو ايه؟ انرجي ديورنج في اثناء الفوتوسينثيسيس، اسمها ايه الطاقه دي؟ بيحول اللايت لايه؟ ها كيميكال، تمثال كيميكال انرجي. يعني الجراس تشينج لايت انرجي اوف ذا سان انتو كيميكال انرجي ديورنج فوتوسينثيسيس. السؤال اللي بعد ده جميل، كروس اوت ذا اود وورد، طلع الكلمة المختلفة. مين يحل لي رقم واحد؟ مازن اللي عليه الدور، يلا ها. بقول لي كربون كاربون دايوكسيد جاز جاس، ووتر، واكسجين جاز اوكسجين جاس، ووتر وسانلايت. سانلايت مين المختلفة؟ الووتر طب ليه؟ ها. ليه؟ لا مش الووتر، بص معايا. المختلفة هنا اوكسجين جاس. الاكسجين الاكسجين قول لي ليه؟ ليه؟ لأن الكربون دايوكسيد بنستخدمه في الفوتوسينثيسيس، والووتر والووتر في فوتوسينثيس، الفوتوسينثيسيس والسان لايت والسانلايت في الفوتوسينثيسيس كلهم فوتوسينثيسيس، الأكسجين ما بيستخدمش. يلا يا آدم، ها وود ايرن اكسجين بلاستيك. أكسجين يا مستر لأن دوت جاز ودول ايه؟ سوليد. وكمان يعني مثلا تنفع ايرون لا يعني الوود ده سوليد والايرن ده سوليد،
والبلاستيك سوليد، امال الاكسجين جاز يبقى ده المختلف. انا ما كتبتهمش، انا علمت لك عليهم. سهلين، يلا نكمل. خلص كده الامتحان تقريبا، النموذج الاولاني كده خلص. على نمسك ده، كنت عملت لكم نموذج اللي امتحنتوا فيه، تمام؟ ده خدنا دي التاني وده التالت بقى. يلا ماشي. بوت كان ترو دور فولس. يلا مين اللي عليه الدور بقى دلوقتي؟ مازن. ايه مازن يا مستر. حظكم انتوا النهارده اتنين بس، يعني حتى وليد ما دخلش وثلاثه مسافرين. يلا كل واحد عليكم سؤال. عزيز. اير انتر بلانتس روتس، هو الهواء بيدخل النبات من خلال الروت؟ فولز. ها امال بيدخل من خلال ايه فاكرين؟ الليفز. لا استو، ايوه الليف هو فين؟ واللي استوماتا اللي هي فين؟ في الليف، تمام. طيب بيبول، يلا يا ادم، بيبول اند انجينيرز ماست شير ساينتستس ان ريستوريشن ايكولوجي. ايه السؤال الغريب ده صح يا مستر؟ ها بقول لك صح البيبول المفروض يستشيروا، يبقى دي ايه؟ صح. صح يلا يا مازن قول بقى اقرا كده يا مازن. If coral reefs are عارفين destroyed. ديسترويد يعني ايه؟ اتدمر. الكره الريف اتدمرت، اتكسرت، اتحطمت. ها ميني مارين، Many marine food chains will ويل be بي ديسترويد. destroyed through برافو على ترو. يلا يا ادم فينجر، finger and frozen vegetables had different shape. غلط طبعا. الفينجر هل ليهم ديفينيت شيب؟ لا لأن طبعا يا مستر ده سوليد وده ليكويد فما ينفعش. ما ينفعش، يبقى دي فولس. برافو عليك. يلا السؤال الجميل، وات هابن اف، ماذا يحدث لو ماجنت از بوت كلوز، حطينا مغناطيس بجنب الايه، ايرن نيل والبلاستيك. يلا مين كل واحد يجاوب لي اجابه. ادم جاوب لي الجزء الاولاني. ادم لو حطينا الماجنت بجوار الايرن ايه اللي هيجرى؟ طيب هو يعني مثلا يسحب لا معناه اتراكت، يجذب. يبقى نقول ايه؟ ده ايه؟ ماجن اتراكت ايرون برافو عليك، اتراكت عشان اس عشان ايرون. مفرد، ايرن ايه؟ ايرن نيل. يلا يا مازن، طب لو حطيناه جنب البلاستيك؟ نوت هي هي اتراكت بس بدل ما نقول اتراكت نقول ايه؟ دازنت. ها دازنت ايه؟ doesn't attract اتراكت. to the magnet. دازنت اتراكت بلاستيك. فهمتوه؟ لو جالك سؤال زي كده من اجمل الاسئله جيف ريزون، وات هابن وجيف ريزون على فكره. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كومبليت، اكتب لي مجموعه كلمات وعايز نحطها هنا. يلا نمبر 1، الاول اكسنكشن، اوفر فيشنج، شيلتر، توكسيك، بريديتور. نمبر 1، يلا مين بقى اللي عليه الدور؟ اي حد. يلا يا مازن. ها مازن healthy ناتشرال ريسورس، natural resource يعني ايه هيلسي ناتشرال include ريسورس؟ يعني المصادر الصحيه الطبيعيه. انكلود بتشتمل كلين اير، clean هيلسي air, فود، healthy food, water ووتر، and اند سيوتابل. ايه من الكلام دوان؟ بقول لي الناتشرال ريسورس بتشمل هواء نظيف، طعام صحي، وميه، وسيوتابل مناسب. سيوتابل ايه في الكلمه دي؟ شيلتر برافو عليك، شيلتر، مأوى او بيت. برافو، تمام. يلا يا ادم volume activity that directly decrease the marine population is known as human activities that direct decrease 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 بيقلل المارين بوبيوليشن. يا عيني overfishing. المارين بسبب ايه؟ المارين بوبيوليشن بيحصل لها ديكريز. او برافو عليك، اوفر اوفر ايه؟ فيشنج، فيشنج. اللي هي كسره الايه؟ الصيد. اوفر فيشنج مكتوبه قدامكم فوق. يلا يا مازن يا جميل انت. ها هابيتت لوس doesn't only cause decrease
in the marine population, but also it is one of the main reason for. بقول لي habitat loss، فقدان البيئة، مش بيسبب بس ال decrease، قلة ان تقل المارين بوبيوليشن، ولكن كمان بتسبب ايه؟ هي السبب الرئيسي في ايه؟ فور ايه؟ ممكن اجاوب انا مستر؟ اول كلمة مستر معناها ايه؟ جاز extinction. اكستشين ها؟ ها؟ هتبقى اول كلمة. ما هي ايه؟ extinction. يعني ايه extinction؟ انقراضها او ايه؟ انتهائها. فهمنا؟ يلا يا ما آدم وين وين في أسي تيرتو؟ تيرتو الايج جينيفاز جاز مين ذات The sea turtle is a living organism, بقول predator. لك وين سي تيرتل ايت جيلي فيش. لما تاكل التيرتل بقى السلحفه الجميله دي تاكل الجيلي فيش. ذس مين ذات ذا سي تيرتل تعتبر ايه بقى؟ ها هي كلتها تعتبر ايه؟ Predator, predator, predator. بريديتور، مفترسه. بريديتور تبقى التيرتل ايه؟ بريديتور. اخر جمله يلا يا مازن. بلاستيك بلاستيك ووست ماتيريال ار فيري هارمفول ان مارين اورجانيزم بيكوز because ذي they are a and a and توكس شار. اند هي شير تعتبر ايه بقى؟ توكس اند شار اي برافو عليك. يعني ايه توكس؟ سامة. توكسيك يعني سامة. اند ايه؟ اند شار. وادي برضو من ضمن الاسئلة اللي بتيجي، نكمل كده مع بعض. يجي يقول لي كوريكت من ضمن الاسئلة الجميلة الحلوة. ها يلا يا آدم. there are tiny holes in the stem to allow gases spaces into the plant. بيقول لي زير ايه؟ بص بقى، زير از تايني هولز، فتحات صغنونه leaves ان ذا leaves ستيم. لا leaves موجوده، بتخلي باصز انتو ذا بلانت الغاز. لا مكتوب ايه؟ يبقى نكتب ايه؟ لا، ما تلخبطش ما تلخبطش، عشان انا بكتب ويبقى نبقى عارفين. ها يبقى اسمها ايه؟ فين؟ leaves leaves برافو عليك، اقول كده بس ليفز. برافو، في الورقه. يلا يا مازن. بلانت سليف help it to be fixed in the soil. هتبقى roots ها roots الروت. برافو عليك، ممتاز. رايت ساينتفك السؤال برضو، رايت ساينتفك. يلا يا آدم. a it is process a process by which by which matter is changing it شوف changes it change from solid solid to to liquid. liquid. لما تبقى سوليد زي الايس وبقت ليكويد ميه تبقى اسمها ايه؟ melting برافو عليك، ميلتنج. يلا يا مزون يا جميل انت. ها بروبابيلتي. يلا the probability of matter which is ميجر. measured by وات ذا the ميجرينج measuring كيوب؟ cube يا ترى volume ماس ولا فوليوم؟ volume ليه ما دام ميجرنج كيوب يبقى فوليوم. برافو عليك، برافو انت يا عسل. مين اللي معاه؟ قدوم العسل. يلا يا قدوم. يلا a model of the world world that is made in the shape of a large ball. بص معايا، الموديل، موديل نموذج، فاكرين درس النماذج؟ اوف ذا هول، لكل العالم، نموذج للعالم كله. ذات از ميد ان ذا شيب اوف لارج بول، بيعملوا كوره، اسمها ايه؟ النموذج ده اسمه ايه؟ أنا عارف يا مستر ها؟ اسمه ايه؟ أنا عارف يا مستر ها؟ قول. ما أعرفش يا مستر لا أنا عارف جلوبال قول. ها؟ اسمه ايه؟ جلوبال قلت اللي عارف. يلا. جلوب. مستر والله حضرتك جلوبال اسمه ايه؟ جلوب. جلوب اللي هو جلوب. فهمنا؟ اسمه ايه؟ جلوب، ادام الكره الارضيه، جلوب اللي هي الكره الارضيه، النموذج، الموديل. فهمناها؟ نعم يلا يا نمبر فور.
they are consumers which feed on secondary. مين اللي بتاكل السكندري كونسيومرز؟ التيرشري كونسيومر، التيرشري برافو عليك، كونسيومر، التيرشري كونسيومر، تيرشري، تيرشري، التيرشري كونسيومر. تيرشري كونسيومرز، برافو عليك. هنا بقى جيف ريزون، ايس استند انتو ووتر، التلج تحول ميه. وين ات از بليسد ان ا ورم روم، لما حطيناه في غرفه دافيه. جيف ريزون ليه؟ ها دور مازن يا مستر. ممكن بقول because، ها because ايه؟ كلمة because it is سهلة، ما انت melting. بتكتبش because it ايه؟ it melting is it is melting. melts، بيذوب خلاص. هو ليه بيتحول؟ عشان في temperature. وممكن اكتب اي اجابة تانية. برافو عليك. تقريبا ده اخر سؤال هنا. choose the correct answer، عايزين تشوز بقى. ما جاتش لينا يلا. أول سؤال بيقول إيه هنا؟ يلا يلا يا مازن، جبل وبعدين آدم. مازن، ذا برايمري سورس، primary source of energy برايمري for سورس all نمبر 1، برايمري سورس، a primary source of energy for all living organisms on earth is معروف البرايمري سورس، قلت لكم كذا مرة. برايمري سورس إيه؟ سان ولا جرين بلانت ولا sun. جلوكوز ولا فوتوسينز؟ ها برايمري صن سورس ذا صن، على طول ما تفكرش كتير، هي صن صن صن. يلا يا قدوم حبيبي يلا. ها ذا زي ما انت مارين فود ويب يوجوالي ستارتد ويز الجا. طبعا يا مستر. يوجوال ستارت ويز، برافو عليك. الجا والجي الاثنين صح، برافو. يلا يا مزونه، ها ذا موفمنت، ذا موفمنت اوف بارتيكلز اوف ووتر or solar than the of بص معايا، قول الموفمنت اوف بارتكلز اوف ووتر، يعني جزيئات الميه بتكون ابطا من ايه من دول؟ الود ولا البلاستيك ولا الاير ولا الجولد؟ هو ابطا حاجه الايه؟ الاير السوليد، الود الاير والبلاستيك والجولد ابطا، وبعدين يجي الووتر، يبقى اذا الاجابه هي ايه؟ اير. برافو. يلا يا ادم، ستيل. still is used in making garments ليه because لسه it is مجاوبين عليه؟ because it is ايه؟ hard hard. hard hard hard. تعالوا بقى السؤال الاخير الجميل ده، سؤال طويل وهايف، تعال نقرا معاك. بقول لك ادم، شفت يا ادم، انت جيت في الصوره اهو يا ادم، هو ده شكلك يا ادم؟ لا لا طبعا. بقول ادم بلانتس فلاورنج، زرع نبات، ان ابوت، في اهو في بوت قدامه. He put this planet in a soil، حطه في التربة. Rich in nutrients and water، وكان فيه غذاء وفيه مية. It every day، He used to cover this boat every day، كان بيغطي البوت ده، كان بيغطي له، قفله كده على النبات كل يوم. With cartoon box to hide it from his brother، كان بيخبيه من أخوه. After many days، بعد أيام بقى، Do you think، بتعتقد that this plant will survive and why، هل النبات ده بيعيش وليه؟ يلا اختاروا لي الإجابة. أنا يا مستر، ما هي لا أنا يا أنا مستر، نمبر A هتبقى ولا B سي، ولا C ولا D؟ سي هتبقى يا بي، عم، بي، هتبقى نو. تبقى سي، ليه بقى؟ because it need air and light، هو لما بيغطيه بيمنع عنه الاير والايه واللايت. ايه رأيكم في الامتحان؟ عملنا امتحانين مع بعض، فهمتوا حاجة النهاردة؟ فهمنا يا مستر، طيب انا فهمنا يا مستر. كتبت وبقول لكم ان يوم الخميس بعمل تيست، اختبار زي الاختبار اللي فات بدرجات، بس على كونسبت 1 نص المنهج، تمام؟ تمام بس عرفتوا تمام يا الزحمة، مستر. مش المنهج كله، النص. وبعدين هعمل الكونسبت 2 في الحصة اللي بعديها، وبعدين نرجع نحل امتحانات تانية، خلاص؟ خلاص يا مستر. طب حد تمام. عنده استفسار أو تساؤل دلوقتي؟ لا يا مستر. لا يا تمام، مستر، شكرا. يلا مع السلامة، يلا. سلام يا مستر.